السلام عليكم. شرحنا اليوم عن حل مشكلة كبيرة تواجه الكثير من مستخدمي الفيسبوك، وهي تغيير اسم المستخدم دون انتظار 60 يوم بطريقة بسيطة وسهلة. نتوجه إلى تطبيق الفيسبوك، وبعدين بنروح على زر القائمة الموجود بالأعلى، ونختار منها الإعدادات والخصوصية، وبعدين الإعدادات، وبنفوت على المعلومات الشخصية ومعلومات الحساب، وبنتوجه إلى الاسم. فالكثير منا يواجه مشكلة عدم القدرة على تغيير الاسم إلا بعد مرور 60 يوم كما هو مذكور. ولحل هذه المشكلة بنفوت على تعرف على المزيد، وبننزل لأسفل ونختار كيف يمكنني تغيير اسمي على فيسبوك. وسنقوم الآن بملء هذا النموذج بالضغط عليه. سنقوم الآن بإدخال الاسم الأول الجديد وكذلك اسم العائلة كما هو موجود بصورة الهوية أو جواز السفر، واسم الأب الجديد يبقى اختياري. مثلا بعد ذلك نقوم باختيار سبب هذا التغيير، ونختار أي سبب من هذه الأسباب، مثلا خطأ إملائي. بعد ذلك نقوم بإرفاق صورة هوية أو جواز سفر واضح بحيث يكون الاسم مطابق إلى الاسم الجديد، وبعد إرفاق الملفات نقوم بإدخال بريد إلكتروني للتواصل مثلا. وأخيرا يا صديقي، بعد تعبئة جميع البيانات نقوم بالضغط على إرسال، وسيتم مراجعة طلبك بتغيير الاسم من قبل إدارة الفيسبوك، وسيتم قبول التعديل بأقرب وقت ممكن.